السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلام للجميع. اليوم يا إخوان حيكون تحدي كبير مع الثعبان شحبور غير سام طبعا، ومع الصل الأسود سام جدا وخطير. بدنا نشوف مين اللي بيقدر لا التاني، وهل بيقدر شحبور يبلع الصل بدون اي مشاكل وبسمه؟ لا تنسوا انه لما يبلع الحي بسمها في غدد بكون جواها سم، برضو هاي تنصهر في معدته، عرفتوا كيف؟ فبدنا نشوف الان المعركة اللي بدها تصير مع شحبور ومع الصل الاسود. هذا الصل الأسود شرس جدا ويهاجم، ولا يعرف. شوفوا نسبة الشبه، 9. شوفوا علي نسبة الشبه، 99.9%. تخيلوا، اسمع صوته. طيب الان ركزوا هاي معي، ركزي. الان سنطلق سراح شحبور. شحبور تعال تعال يا صديقي شطور، شوف المعركة اللي معك معركة مع صل، دير بالك، اوعك اوعك ننهزم. ماشي ماشي شحبور، شوفوا نسبة الشبه، شوفوا الراس يا اخوان، طلع طلع نسبة الشبه يا اخوان، ركزوا الراس والراس، طلعوا راسه. طبعا الان سنطلق شحبور. شحبور انا بعرفك هادي وعاكل وعلى البني ادمين ممتاز. يلا الان روح شحبور، طل قولوا عليه، يلا يلا يا شحبور. خلي الصل شوفه، اشتم فيه الان شحبور، اشتم بالصل. اها حس فيه شحبور، يتقدم بلا خوف. غريب الصل تبنج مع انه بهجم هاجم. الان يتنافسون، قرب راسه عندهم شحبور. شحبور وصل، شحبور بلف حوالين الصل، معقول بلف حواليه، معقول ما يرضاش يبلعه؟ غريب. شوفوا شو بيعمل شحبور، شحبور يتألق. غريب، معقول يرفض شحبور يمسكه؟ خلينا نشوف.
انا اشوف ليش شحبور عمل هيك. شحبور شو قصتك يا شحبور؟ وين؟ ايه صلحكم. والله انا شايف الصل اللي احنا لاحظ انت الصل غريبة. شحبور ما بضيف العصر. غريبة شحبور. طيب بدنا نجرب حية تانية. الآن عشان نتأكد إنه شحبور ما بضيف العصر بدنا نحط له حية نشوف بمسكها ولا لا. هاي والله مسك. يا الله عليك. شحبور رفض يا اخوان، رفض ياكل الصل اقسم بالله. غريب. شايفين؟ مشي شحبور. طبعا انا ما خليته يبلع هاي لانها بقلوية، هاي مفيدة عشان نطلق سراحها قريبا، فبس هي مجرد تجربة.